تحت عنوان ذاكرة دخل الزميل أنس رمضان تجربة سينمائية جديدة لتصوير فيلمه الجديد بمشاركة 300 ممثل وفني بدعم من وزارة الإعلام بهدف دعم المواهب الشابة. حاولنا بفيلم الذاكرة اللي هو مبني على فكرة هروب سيدة من تنظيم داعش الإرهابي من أحد السجون، حاولنا أنه نقدم شيء من هالانتهاكات الإرهابية لحتى نورجي العالم كلياته أنه الوجه الآخر لتنظيم داعش الإرهابي اللي هو الوجه الحقيقي ليس كما تسوق له الدول الداعمة للإرهاب. لذلك اليوم عم نحكي عن هذا الفيلم، سيدة بتهرب من تنظيم داعش الإرهابي، بتمر بمراحل كتير كبيرة بأزمات إنسانية، إضافة لأنه نحن عم نصور بمكان كتير حقيقي فعليا. هذا المكان اسمه مدرسة الشيباني، الإرهاب حوله لسجن وسجن المدنيين بداخله. يتحدث الفيلم عن هروب سيدة من تنظيم داعش الإرهابي والمعاناة التي تمر بها خلال رحلة الهروب، كما يتم من خلال الفيلم تسليط الضوء على المعاناة التي عاشها الأسرى والمدن في المناطق التي كان يوجد فيها تنظيم داعش الإرهابي. الفيلم بيحكي عن داعش وتعذيب داعش، كيف عذبوا الناس وكيف أسروهم. دوري بالفيلم مساق للإعدام، شخصيتي الشخصية المنهارة التشتت ومحطمة، مستغرب ليش أنه بدها تنعدم. مشارك بهذا الفيلم بدور سجان، طبعا شخصيتي كانت أنه لازم تعطي أكبر قدر من البؤس وأكبر قدر من الألم اللي أنا رح أسببه للسجانين اللي عندي. أنا بجسد دور السياف اللي هو بيعبر عن مدى وحشية المجموعات الإرهابية داعش وغيرها. الفيلم يتكلم عن شيء بسيط مشيل سوا داعش، يعني أخذنا بس كذا لقطات، مثلا لقطات مرأة حامل بتكون بتولد وبتموت بتنزف ما في حدا ينقذها، في عنا صبية بتكون مرأة هي عندها أولاد كمان بينعدم زوجها قدامها، وفي الفتاة المغتصبة، في الشباب يلي بينعدموا. فيلم الذاكرة هو أول فيلم قصير يصور في مدينة حلب بمشاركة 300 ممثل وفني، ويسعى مخرج العمل من خلاله للمشاركة في المهرجانات العربية والعالمية لنقل الصورة الحقيقية لما حدث في سوريا للعالم أجمع.